نعتذر جدا على الخمس دقايق تاخير دي، بس الضيف بتاعنا كان بيظبط شويه حاجات كده. انا بظبط، انا اللي بظبط، ماشي. انا الضيفه خلود كانت بتظبط شويه حاجات. الاول نقول مساء انا ومساء العسل ومساء الجمال ومساء الحب عليكم كلكم، على امي وصاحبتي وبنتي حبيبتي وجارتي. سريعا هنبتدي الاول فقره معانا النهارده هي وهو. الفقرات اللي فاتت كان فيها كلها لايف كوتشز لك او مدربين تنميه بشريه، لكن النهارده احنا معانا رجل، يعني رجل بيقول رايه بعيدا عن العلم والثقافه وكذا. بص قالت رجل ازاي؟ رجل حاجه اوبجكت، يا مش مالوش مفروش. لا انت على راسي. خالد جواد انت منورنا النهارده. ده انت اللي منوره الدنيا دايما. مكسر الدنيا. لا خالص والله. وبعد ما كنت ضفنا ومنورنا هنا شفت بقى صورك في كل حته وحركات يا اخي، يعني شويه حاجات كده وشك كان حلو والله يا رب. ربنا يكرمك والله يعزك والله العظيم. فقره هي هو حد قال لك عليها؟ انا عرفت ان هو هنتخانق وهنعمل حاجات. لا ان شاء الله ربنا ما يجيبش. يا رب يا رب. بص يا خالد، بص احنا هنقول لك مشاكل الستات. جميل. وانت اتكلم فيها بوجهة نظر الراجل. اوكي. يمكن اكون انا غلطانة. ماشي. ماشي. في طفاية حريقة يا جماعة في الاستوديو. والله في بعض احيانا. يلا. يلا. جاهز؟ جاهز. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أول واحد. رضوى أنا بحبك جدا. أرجوكي بلاش تقولي اسمي، أنا متزوجة من 3 شهور. جوزي اتغير. مفيش حاجة بتعجبه. معاملته اتغيرت. بتعب انا، ها انا بتعب كست. اقول له تعبانه ومن تنظيف البيت والحياه وكذا. يبهدلني يبهدلني. اوكي. اتعصب طول الوقت، بيدور لي على غلطه، مش عارفه اعمل معاه ايه. ارجوك يا رضوى ردي عليا. لا ده صعب. والله لا ده انا بصي هنتكلم بجد ولا هنهزر؟ ماشي. لا ده راجل صعب. الرجاله بتزهق، انا مع ده في الجواز بالذات، بعد الجواز بالذات، وبيزهقوا جدا، وبيكون الامر اعتيادي خلاص بقى. داخل البيت ينام على الكنبه، يصحى ياكل يشرب ينام، خلاص مفيش. لكن ده 3 شهور، ده يا عيني خالص عليه. لا إيه غلط. تعمل ايه؟ كل حاجه رضوى بتمشي بالكلام، لو الكلام ما نفعش خلاص ما بيبقاش في حاجه تانية. فتلحق كده تلم الدنيا وتقعد معاه. والرجاله عامله زي العيال الصغيره، يعني هي لو راحت له كوتي بوتي بطه قطه في الحاجات دي، احنا بنحب الكلام ده والله بجد. حاسسين ان هو عيل صغير كده في نفسه ودلعيه وبتاع، حصل كلام بعديها والمفروض ما تعملش 1 2 3 الاتفاقات كده تمام. ما حصلش كده، مع السلامه. مع السلامه. اهو انا بقول الحقيقه والله. ايوه ما انا من لا اللي بعد. صباح الخير يا رضوى، كنت عايزه اسال ازاي واحده تتعامل مع زوجها البخيل مع انها مع عيال منه، هو بيبخل عليها وعلى عيالها. بيبخل عليها وعلى عيالها. يعني لو انت راجل بخيل انا ازاي اعرف اطلع منك الفلوس كده وابقى الحياه لطيفه؟ لا ما هو برضه هنرجع تاني لنقطه الكلام، ان لازم تتكلم معاه. خلاص هو بخيل، ابخلي انت كمان عليه. تبخل عليه ازاي؟ حلو. مفيش بقى اي، مفيش اكل، مفيش شرب، مفيش مفيش، هو مفيش حاجة خلاص. هو بخيل، أنا كمان بخيلة، يلا بقى ورينا بقى مين اللي هيكسب. وهينخ ما فيهاش. هموت من جوها؟ تأكل العيال وهو مفيش. والله أنا أكلت عيالك ومفيش أكل، هعمل لك إيه يا حبيبي؟ طلع يا حبيبي من جيبك عشان نأكلك. أصل أنا قلت كده قالوا عليا إن أنا لا 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 مفيش. لا 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 ما ينفعش ما ينفعش. هتبخل على عيال يعني؟ ماشي ابخل على مراتك لو انت بقى شايف ان انت جامد وبتاع وان انت عايز تدلع نفسك وتبخل، لكن عيالك فين؟ ما صباح الفل يعني، ما هيطلعوا. ما صباح الفل. مش هينفع. طيب دي تاني مره ابعت لكم المشكله دي، يا ريت تشوفوا حل بجد. انا بحب جوزي جدا قوي جدا خالص. ده يبقى خالص. المشكله اني بخاف عليه من اي حاجه. لو اتاخر بكلمه، لو التليفون مقفول بتجنن، افضل اعيط. الموضوع ده عامل لي وسوسه وقلق وخوف واكتئاب. اوقات كتير قوي بقول له طلقني او اعمل اي حاجه تكرهني فيك علشان اكرهك بقى وامشي بعد عني. ليه متجوزه واحد في KG2؟ والله بجد. ايه بيتاخر يعني؟ ايه بيتاخر؟ ما ده راجل ناضج عادي، ما فيهاش مشكله يتاخر شويه. ما تبقاش زنانه بس.
الست كل ما بتزن كل ما هي خالد هي عندها وسواس. لا تهدى بقى شويه يعني. ايوه تهدي بقى نفسها ازاي كده يعني؟ انت لو متجوز واحده زي دي تقول لها ايه؟ تهديها ازاي؟ لا دام هي بقى كده جيب لها لعب العبي بقى في البيت شويه، سلي نفسك قبل ما ارجع. لا ما هي مش كده تشتغل. تشتغل ما ايه اللي فيها لما تشتغل؟ طبعا لازم. هقول لك حاجه، الشغل بيكون مفيد في الحالات اللي زي دي بالذات. يعني في راجل على فكره، في رجاله ما تقدرش ان هي تقعد تهتم وتعمل، هما ما عندهمش قدره على كده. فالست كل ما تكون شغله نفسها اكتر، عشان هي قاعده له في البيت، راح جه نزل كلم مين عمل ايه، جارتنا سوزي منى لولا بالظبط، ما هي هتفضل كده بقى. فالاحسن ليها ان هي تشغل نفسها زي ما هو شاغل نفسه بالظبط. خليه يوحشك شويه، خليه يوحشك شويه. ماشي. انت متضايقه صح؟ لا 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 انا سيئه. اصلي ايه؟ ايه؟ ها؟ مفيش حاجه. انا لما بتكلم ببقى زي الكوب على القلب. لا والله. قلنا عملناها، والله عملناها هي وهي وهو. انتوا بتلبسوني؟ عشان سلام عليكم. انت تبقى كوبه مش عارف. ماشي مش مشكله، اطلع انا كوبه. يلا مش مشكله. اطلع كوبه مره. مره بقى. اطلعوا كوبه بقى. حاضر. شويه مش معقول. ما خلاص، ما انتوا عندكم جمعيات. وانت الاهم ومش عارف المراه مش عارف ايه، واحنا ما بنتقابلش غير الرجاله. بتتقابل فين والله؟ في سوبر ماركت، وكلنا مدلدلين وشنا في الارض. ما عندناش جمعيه واحده سوبر ماركت. طب عايزين بنشجع بابات طيب مصر. واللي قاعدين على القهوه دول بيبقوا ايه؟ لا انتوا كمان. لا الا القهوه يا استاذه رضوى لو سمحت. سلمى انا عايز حد. الا القهوه. يا لهوي ده ما فيهاش. ما انتوا جيتوا قعدتوا في القهوه. طيب والبلاي ستيشن، قعدات البلاي ستيشن اخبارها ايه؟ انا ما بلعبش بلاي ستيشن، بس انا يعني هدافع عن الرجاله بتلعب بلاي ستيشن. طيب والجيم بتاع كل يوم اخباره ايه؟ هو ده ليا؟ هو الجيم هي العضلات دي ليا؟ لا لمامتي. مش عشان ادخل كده البيت. لا لمامتي. ظرف الدولاب تانيه زياده في البيت. ظرف. دي حقيقه. اخباره ايه الجيم؟ ده عشان الصحه والجمال والدنيا. يعني هي لما تقولي هنزل جيم، انزلي جيم، حافظي على صحتك عشان نفضل بقى نهاتي مع بعض. اختك اللي بتزورها عشان عندها مشاكل اخبارها ايه؟ اللي بتقول مع جوزها اللي بتزورها. اختك اللي بتزورها. لا لا مالها؟ عامله ايه؟ والله ما عندهاش مشاكل. اختي انا؟ لا يعني عامه. عامه. اختك اللي بتزورها عشان عندها مشاكل مع جوزها. وما تكلميهاش عشان هي ما تعرفش ان هي ان انا حكيت لك. اخبارها ايه؟ لا ما انا. وصاحبك اللي عمل حادثه بالليل الساعة 1 بالليل لازم تنزله ايه؟ لا لا مفيش كده، مفيش كده. والكتاوت بتاعت العربية لازم تتغير عند الميكانيك اللي مديك ميعاد الساعة 11 بالليل، اخباره ايه؟ لازم اغيرها طبعا يا فندم. وصاحبك اللي ما كانش معاه فلوس حط ايده في جيبه ما لقاش محفظته، فانت اضطريت تروح له المكان اللي هو سهران فيه هو واصحابه عشان تعزم له على الفاتورة. طبعا لازم. اخباره ايه؟ لا لازم. امال انا ايه؟ والتليفون اللي باظ اخباره ايه؟ يتصلح، بياخد شويه قبل ما يتصلح. لازم يعدي على الراجل مره واثنين وعشرة عشان يتصلح. بالراحه بس، بالراحه. ميه للاستاذه رضوى يا جماعه. لا والنبي انت بتجزي على سنك. لا في بالراحه. انتوا متكين عليهم جامد. لا والله اليومين دول خالص خالص. طب اللي بعده. اللي بعده انا اتعرف على واحده. ده راجل. حلو قوي. حلو. راجل اهو بيكلم راجل. انا اتعرفت على واحده وحبيتها، هي كمان حبتني. جميل. اتفقنا ان انا اتقدم لها، وفعلا رحت واتقدمت وكلهم وافقوا بعد ما اتقدم لها. ابن عمي اللي كان رايح يخطبها معايا مات. ماشي الله يرحمه. وبعدين بعد كام شهر كلمت عمها وحددنا ميعاد تاني. واحنا رايحين ابويا توفى. جميل الله يرحمه. طيب قبل ميعاد بيومين. السؤال هنا، رحت اتقدمت للمره الثالثه، تفتكر انا اللي هموت؟ انا بحبها وشاريها بس مش عارف اعمل ايه، خايف افقد كل عيلتي قبل. لا 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 لا, لا, لا. خليه عادي، خليه يروح يتقدم عادي. ان شاء الله خير والله. لا اصل الجوازات دي اقدام والله. في واحد يتجوز والله كل فلوسه تروح وتلاقي الدنيا باظت عنده. لا 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 خليه يروح يتقدم والله بجد. بص يعني روح وتقدم وخلي عندك نيه خير كده وشيل الكلام ده كله. طب ولو حد تالت من عيلته مات هيحصل ايه؟ لا خلاص بقى شكرا. ما هي خلاص، ما انا بقول لك الجوازات دي اقدام والله فعلا. طيب. انا مش بصدق قوي في الحاجات دي بس انا شفت حاجات كده. طيب. في واحد صاحبي عايز يتجوز واحده كويسه وكل حاجه، بس المشكله في اهلها. مش عارف
يسيبها علشان اهلها ولا يعمل ايه، بس هو شايفها طيبه ومظلومه وغلبانه معاهم وملهاش ذنب. بس برضه بيرجع يقول الواحد لما بيجي بيتجوز ما بيتجوزش فرد، بيتجوز واحده وعيلتها. طبعا طبعا لو مش كويس مع عيلتها مش هينفع. لو الامور عشان خلاص دي عيلتين بيختلطوا ببعض، خلي بالك الست والراجل لما بيجوا يتخانقوا في البيت طول ما هم قافلين عليهم خلاص يعني الدنيا ما بينهم. لو الاهل تدخلوا في حاجه زي دي الاهل بيشيلوا حتى لو هم الاثنين اتصالحوا. فالاهل عامل كبير ومهم جدا، فلازم الاهل يحبوك ولازم انت تحبهم ولازم يكون في ود في الموضوع دوت. لو ما فيش خلاص. طيب واحده جوزها بيخونها بقاله 5 سنين. ها ماشي كملي. خلص السؤال خلاص كده. واحدة جوزها بيخونها بقاله 5 سنين. كبرت دماغها مره واتنين وتلاته واربعه. وبعدين ابتدت تتكلم معاه بالحسنى وتقوله انها بتحبه وانها مش عايزه تخسره. وهو وعدها انها تكون اخر مره وان كل اللي حصل ده نزوات. وبعدين راحت قفشاه تاني. تعمل ايه يا خلودة؟ لا 5 سنين ده عمر. احنا ما بنعيش كام 5 سنين. فيا اما يكون في حل قاطع يا اما ما تسيبه. لا خلاص ما فيهاش. ما فيش. تعمل ايه الست اللي بقالها 5 سنين جوزها بيخونها؟ يا راجل يا محترم. تاخد وعد منه، لو ما حصلش خلاص هي خدت وعد كذا مره وخمس سنين فتره كبيره. خلاص اللي هو ايه؟ لا ما ينفعش ما تكملش معاه ادام تعبانه من حاجه زي دي. وارجعوا بقى قولوا خالد جواد بقى بيوقع الناس وبيطلق وبيتجوز. قول تاني من فضلك. قال ايه؟ ممكن نطلع فاصل عشان عايز قول تاني ومن فضلك. قال ايه؟ ولا شربوني حاجه ولا قالوا حاجه. قلت ايه؟ مفيش. لا ما هو ما ينفعش ما ينفعش يعيشوا مع بعض كده. ما ينفعش ست تعيش مع راجل؟ لا ادام غلط مره واثنين وثلاثه ووعد كذا مره ما ينفعش. ف خالد جواد هو اللي بيقول. هو لا ما الانسان ليه قدره. فكل انسان وليه قدره. طيب المشكله الاخيره. واحده اتعرفت على شاب من الانترنت. مفيش حاجه كويسه في الورقه دي والله. دكتور مفيش حاجه خير. مفيش واحده جابت لواحد ورد والدنيا كانت عامل لك ايه؟ انا عامل لك ايه؟ طيب واحده اتعرفت على شاب على الانترنت. ها بقوا اصحاب جدا. هو مدمر نفسيا وهي مدمره نفسيا، كل واحد فيهم عنده مشكله. المهم ان هم بقوا بس فريندز، بقوا اصحاب جدا وشرطوا على بعض ان هم هيبقوا اخوات. بعد شويه وقت ما بقوش اخوات، بس هم قعدوا وقت طويل جدا صحاب عادي مفيش موضوع. وبعدين الموضوع قلب. بقى هو بيغير هي بتغير. كنت فين؟ كنت فين؟ كلمتك ما رديتيش عليا ليه؟ الموضوع اتغير قوي. هو ابتدى يقول لها ان انا بحبك. قالها كتير. وانا بكلمه من جوايا طايره من الفرحه، بس ببقى في صراع مع نفسي. هو ده حب عشان انا صاحبته ولا هو متعلق بشخص وخلاص؟ وليلي اعمل ايه؟ افضل معاه ولا اسيبه؟ مع العلم ان الفكره اصلا لوحدها بتتعبني نفسيا قوي. انا قلبي وجعني وللاسف دخلت في اكتئاب جامد بسبب ان انا مش عارفه اعمل ايه معاه. لا ادام في غيره وفي حب ايه المانع من حاجه زي كده؟ خلي بالك يا رب الصداقه بتبقى اقوى من الحب. صداقه والله انا بتكلم بجد، صداقه اقوى من الحب دايما. يعني الحب بعد الجواز بياخد فتره كده كده. انا بحبها وكل حاجه، بس الحب بيتبدل الى عشره خلاص ما اقدرش استغنى عنها. بس ما فيش بقى قال له ازيك يا حبيبتي عامله ايه ايه ده، ما فيش الكلام ده بيخلص. بس في لو حصل لها حاجه والله بكلمك بجد. بيخلص امتى؟ فاكره اول سؤال 3 شهر. بالظبط هي مده معينه. هي معروفه. بالظبط هي 3 شهر. بالظبط. اوكي طيب. ده على تراد ولا تستنى. فالصداقه اللي بتبقى الصداقه طول ما هم صحاب مع بعض دي بتبقى في منتهى الجمال. طيب في واحده دخلت لك على دلوقتي بتقول لك هي عايزه تعرف رايك في مواصفات العريس بتاع جواز الصالونات.
جوازة الصالونات مش مع الموضوع ده قوي، بس ما هو بيبقى شكله واحد بس. اللي هو ايه تبقى مامته سحباه كده والدنيا. ما هي هو بيبقى شكله واحد. لا اهم حاجه بس تلاحظ فيه في القعده ان هو يبقى ابن ناس وراجل قد كلمته. ايوه تعرف منين يعني في القعده ان هو ابن ناس وراجل وقد كلمته؟ يعني ترميه كلام ايه يعني؟ قاعد فلوس. لا تشوف رد فعله مثلا وهي ماشيه تروح دايسه على رجله، مش عارف بقى ما هي تتصرف. الله انت راجل. ما انا ما اتجوزتش الصالونات، ما اعرفش الموضوع. الله بس اكيد عندك ناس اتجوزت الصالونات. لا يبقى تسال بقى، تسال وتقعد تتكلم معاها. الله مش احنا امال احنا جايبينك ليه يا اخي؟ ما هي فتره الخطوبه، فتره الخطوبه دي هي اللي بتحدد كل حاجه. ايوه من الاول كده بيبقى في ايه كده تلقطه فيه كده. ما هو في احساس يا رضوى، خلي بالك، ما الانسان برضو صح. عباره عن ايه؟ قلب صح. والقلب بيضخ دم وشويه حاجات كده مش عارفها، تمام؟ فهو تشوف الشخص ده هي مستريح حاله، في قلبها مطمن. ايوه يعني ترميه بزلطه تشوف رد فعله ايه يعني. تعمل هتعور الراجل في بيتهم. انا بدي يعني فرض المثال، تعمل ايه؟ تعمل ايه البنت؟ لا تبتدي تتكلم معاها. يعني لو انت عايز صالونات خلاص؟ اه وده مستحيل. ماشي لو انت عايز صالونات قاعد قدامي انا علشان اقيمك كده كعريس، المفروض ان انا اعمل معاك ايه؟ لا ما تعمليش يا فندم والله. والله يعني يعني ابقى مثلا حده مثلا وانا ببص لك، ابقى رسمي مساء الخير يا استاذ خالد. لا الرسميات مش دايما بتكون لطيفه، مش عارف انا راجل يمكن انا عشان يا ريت يا فندم. اكيد طبعا. يعني لو انا سبلت له دلوقتي يعني لا ما تسبل، ما هو هيبتدي بقى يقلق، ايه ده هي بتسبل لي ولا في ايه انا مش فاهم. ايوه خير الامور الوسط. هي تشوف عامل ايه الاخبار، بيتكلموا مع بعض، في ضحك لطيف اللي هو مصطنع ده. يعني اخده مثلا اروح على البلكونه اقول لهم على اذنكم يا جماعه، اخده اروح على البلكونه مثلا. لا 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 ليه يعني؟ ايه ده اخده على جنب اشوف ظروفه ايه. لو خد تعالى عايزاك. تشتغل ايه يا ابني؟ طب انت جاي تتجوزني ليه؟ ما هي من اول يوم، من اول يوم ده مش هيتعرف، لازم في فتره خطوبه. مش الصالونات ده مامته بتنزل معاه ومامتها بتنزل معاها وبيقعدوا في مكان وهما الاثنين في مكان. بيقول لك مساء الخير، احنا مبسوطين قوي، انتوا شرفتونا وانتم كمان وانتوا وده ابننا ودي بنتنا، ويرجعوا يتخانقوا على مفرش بسبعة جنيه يولعوا الدنيا. جوازه تبوظ. يعني انت اصلا ما بتعترفش بجواز الصالونات؟ لا في بعض الاحيان هو ناجح جدا على فكره، وخلي بالك في ناس بتحب بعض بقالها 7 سنين و10 سنين اتجوزوا فشلوا. صح. هي بطيخه. يو كتير. هي بطيخه. يو كتير كتير. طيب احنا خلاص هننهي مع خالد، وان شاء الله خالد برضه هيكون موجود معانا يوم السبت اللي جاي. احنا انا طلعت انا كويسه اهو. والله على طول يا فندم. على طول والله. خالد انت كنت عايز تصالح حد. عايز صالح مين؟ زعلت مين؟ انا مزعل مراتي. ايه؟ من غير اسباب ومن غير عشان الملايين اللي بتتفرج علينا، بس انا عايز اقول لها. لا لازم افهم. لا مفيش فهم ولا حاجه، هي زعلانه مني بخصوص حاجه معينه. زعلتها في ايه يا خالد؟ لا مفيش. يا باب النجار مخلع يا خالد، يعني احنا جايبينك النهارده عشان تحللهم مشاكلهم كده يا خالد. ما هو ده للاسف. فانا عايز اقول لها بس ان هي ما تزعلش مني، وانتي اهم واحده في حياتي. انا اسف قدام الناس، انا غلطت وبعتذر. فاحنا عشنا من عمرنا حبه كويسين ولسه هنعيش اللي جاي، ف بحبك جدا. بس ما هو ما فيهاش. انت راجل محترم. لا عادي. اسمها ايه؟ مايا. يا مايا خلاص يا مايا بقى، والنبي امسحيها فيا انا يعني المره دي. انا نظيره النساء تقول لك امسحيها فيا بليز لو سمحتي. يعني وان شاء الله يعني استاذ خالد مش هيعمل كده تاني، وتعلم من غلطته. اتعلمت من غلطته. اتعلمت خلاص بقى. جاينا سؤال من في حد يعني اسمه كبير، بس هي مش عايزه تقول هي مين، بس حد مشهور. بتقول لحضرتك لو جوزها بيشك فيها من غير سبب. بيشك فيها من غير سبب؟ لا ما فيش حد بيراقب تليفونها. لا الشك والمراقبه دايما، اصل الجواز مبني على ثقه، فنحترم بعض.
لو بتشك فيها سيبها يعني ما تزهقهاش في حياتها، ولو انت بتشك فيه يعني هي تعمل ايه مع الزوج الشكاك؟ لا هي ما تعملش حاجه، هي هو شايف، هو شايفها، هو عارف انها قاعده في البيت او هي موجوده في شغلها او هي راحت مشوار تودي الاولاد المدرسه وراجعه او بتعمل حاجه وقايله له على كل حاجه، فلا تقعد تتكلم معاه. الكلام والله العظيم يا رضوى هو اللي بيحل كل حاجه، ولا الزعيق ولا الصوت العالي ولا مد الايدين، عشان في ناس بتعمل كده. الحوار ده صعب جدا يعني، انا مش هتكلم فيه اساسا عشان الموضوع ده مش الطف حاجه في الدنيا. الكلام هو اللي بيحل كل حاجه في الدنيا. طيب ولو الكلام ما جابش نتيجه تعمل ايه؟ لو هي يعني متضرره من الموضوع ده قوي يعني خلاص، ما احنا نعيش مره واحده يا جماعه، فنعيشها صح زي ما نعيشهاش. شكرا على الحكمه قوي. شكرا يا فندم. كل المشاكل كلها لكل الستات بتاعت حلقه النهارده السبت 21 النهارده ولا 20؟ النهارده 21 21/9. خالد جواد قال لكل الستات النهارده لو الكلام ما جابش نتيجه انت هتعيشي مره واحده، انهي ده يعني. بالنسبه للرجل وبالنسبه للست والله بجد. مايا ما تزعليش منه عشان خاطري انا، بليز سمحتي، هو اتعلم واعتذر لك على الهوى، ويعني ينبخت من مش طالعه يعني خلاص هو اتعلم وخلاص بقى يا ميويا بقى. لو كان معني ميت مايا والله اللي كنت كلمتها. يا لا ما خلاص بلاش نكلمها يعني، هي شافت خلاص يا مايا بقى عشان خاطرنا يا حبيبتي. انت نورتنا النهارده، ان شاء الله هننتظرك يوم السبت اللي جاي وكون صلحتها بقى. ان شاء الله هنشوف عملنا ايه. انا بشكرك يا رضوى جدا. انا بشكرك يا وانا بحب ان انا اكون معاكي دايما بجد، ده شرف ليا. ميرسي. نرجع نسمع الحلوه ونرجع الحلقه الجديده مليانه تفاصيل ومواضيع حوارات كتير كتير كتير، كده هتشوفوا ونسمعوا، ولكن بعد الفاصل.